بس انت ما جيت ليا بالاعتذار يا كواليني، ورد على التليفون وما تعملش نايم معايا. طيب ماشي، سلام عليكم يا كواليني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك ومتابعينك، وتحياتي لكل ضيوفك المحترمين، طبعا نجم مصر الكابتن ماهر همام، اهلا يا كابتن حمد. والإعلامي والمعلق الرياضي الشهير الكابتن سيد الثعلبي، والكابتن محمد عبد الله، والكابتن أيمن مشالي، طبعا حبيبي نجوم اهلا وسهلا مصر، بيك. الله يخليك. تحياتي لكم جميعا، وسهرة ممتعة. أنا أنت عارف إن أنا بنام بدري، بس في حالة واحدة ما بنامش، ليلة المعسكر، لكن النهاردة سهران عشان أتفرج عليك وأتفرج على كل نجومك اللي موجودين معاك، لأن برنامج كرة بلدنا حقق طفرة في دوري القسم الثاني وأيضا القسم الثالث، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إن شاء الله بإذن الله. منور يا كول، وقول الحقيقة واحكي المواضيع كما قال عبد سريعا. الناصر زيدان، وتفضل هو بيدخلك في الجزئية دي، صرح وافسح واسعد جماهير كرة بلدنا بحقيقة البرنامج ومقاله الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الناصر زيدان. فعلا انا متابع كابتن سيد كل اللي قاله الكابتن عبد الناصر زيدان، فعلا هو كان في اتفاق، ويمكن انا صرحت التصريح ده في الحلقه اللي فاتت مع الاستاذ عبد الناصر، وقلت ان نادي المجد خلاص ان شاء الله باذن الله الكابتن شريف الخشاب هيكون معانا وهيقود المران، وفعلا كان في اتفاق، واتكلم رئيس النادي الحاج اسلام الصياد، كلمه في التليفون وقال له انا فضلت المجد عن النادي الاولمبي، لكن انا كلام الكابتن عبد الناصر شككني برضو في الموضوع، وبدات كان في اتصال بيني وبين الكابتن شريف لغايه يوم المفروض اللي هو يجي يروح على المران، للاسف الشديد قال لي انا جاي في الطريق وكده، لكن طلع على بابور الميه ما جاش عندنا في التمرين وكده، لكن الحمد لله ده كان دافع لينا، وربنا سبحانه وتعالى اراد. بس انا قلت لك كيرف الخشاب رايح الاولمبيا ولا لا؟ فعلا قلت لي ان شريف الخشاب رايح الاولمبي، وفعلا راح على الاولمبي، بس انا يمكن يعني ايه كان نسبه مثلا شك 50 50 وكده، لكن الحمد لله ده كان دافع لينا ودافع للاعيبتنا ان مباراه الاولمبي، ويمكن انا قلت لك ان احنا عندنا ثقه في الجهاز المعاون تمام. للكابتن ابو العينين شحاته، اللي برضو عايز اشكره على الهوا على الفتره اللي قضاها مع نادي المجد، طبعا ما كانش فيه توفيق، لكن مدرب كبير وربنا سبحانه وتعالى انتوا دلوقتي تعاقدتوا مع الكابتن ابراهيم سعيد، طلعوا الصور يا جماعه، والاستاذ ممدوح بيتكلم، لان هم عملوا حاجه ظريفه. ممدوح مركز مع الفرقه، والحاج اسلام كان في القاهره واتقابل مع الكابتن ابراهيم سعيد، وجابوا معاه اسكندريه اتفرج على المباراه من الخارج، وهيتولى التمرين كما اتفقوا بعد مباراه الاولمبي. فدي قدامنا الصور بتاعت الكابتن ابراهيم سعيد مع الحاج اسلام الصياد، بالظبط وكمان قول لنا هيستلم امتى يا دوحه. بالظبط كده يا استاذ عبد الناصر، طبعا احنا كنا مركزين في مباراه الاولمبي، وزي ما قلت لحضرتك ان الحاج اسلام الصياد يعني حط ثقته في ولاد النادي اللي هم موجودين، الكابتن امير قيصر اللي موجود بقاله 4 سنين، والكابتن عادل عبد العزيز اللي موجود لمده موسمين، وباقي طبعا الجهاز، طبعا معانا النجم مدرب حراس المرمى الكابتن علي فرج، معانا محلل الاداء الدكتور عيسى والدكتور عبد الشهيد، وطبعا الجهاز الاداري اللي بيبذل جهد كبير بقياده الكابتن تمام. عماد مولا والكابتن محمد متولي، فحط ثقته في كل الناس دي، والحمد لله انا وعدت له وقلت له الكلام ده، قلت له ان شاء الله باذن الله هفوز على النادي الاولمبي وما تتضايقش، وان شاء الله باذن الله خير، وبعد الاولمبي اللي انت عايز تجيبه تتفاوض مع اي مدير فني. كواليني في كلمة ونص عشان وقتي، معلش أنا آسف. اتفضل اتفضل. المباراة دي دخلتوها طار بسبب إن شريف الخشاب راح الأولمبي؟ لا 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 خالص، احنا ولا عادي؟ لا لا لا، ما كانش في توفيق معانا في مباراتين اللي هما كفر الشيخ وسبورتنج، احنا موقفنا كان سيء، لأن أنت لو كسبت هتطلع هتنط كام مركز، لا قدر الله حصل حاجة هتنزل تحت مع الناس تمام. اللي تحت، لكن إن شاء الله بإذن الله طبعًا الكابتن ابراهيم سعيد فان شاء الله باذن الله هيقود المران بكره، وان شاء الله باذن الله كلنا داعمين ليه
وداعمين للكابتن ابراهيم سعيد، وله كل المساندة مننا، احنا بندعم كل الناس طبعا، وان شاء الله باذن الله، لان كيان النادي المجد ان شاء الله باذن الله بنوعدك وبنوعد كل الناس ان شاء الله باذن الله ان المجد ان شاء الله في الفترة القادمة هيكون في احسن حال. شكرا جزيلا استاذ ممدوح الكواريني.